انت يا ابني امبارح تعرف ايه عن الست او البنت؟ كل البنات يا بابا بيبقى فيه تكنيك غريب كده في شخصيتهم. تكنيك؟ يعني ايه تكنيك دي؟ يعني شيء، حاجة يعني حاجة. يا ابني كل البنات فيها ربع ضارب. لا بابا مش كلهم. وانت ما سمعتش عمك ابو الليف لما قالك الصبح عسل بالليل تحارب؟ ويحموك في كنك. بس ده ما يمنعش برضه ان مش كلهم. يا دفوت انما نسوت ناس فيهم والله ربع ابو الليف ده اسطورة. برضه مش كله كلامه حكم. مش كلهم، لا كلهم. اسألني انا بابا، احنا لو عملنا عنوان حلقة زي ما انت بتقول كده هيعلنوا علينا الحرب كلهم. احنا ممكن نقول مثلا ايه اكبر عيب في بنت كل برج في الحب مثلا؟ تصدق حلوة، مش كده؟ على خيرة الله دوس. مهم جدا ان احنا نعرف عيوبنا واخطائنا في الحب اللي ممكن تكون بتخسرنا كتير، ويا سلام لو واجهنا بعض بيها، واجهنا بعض باخطائنا. يعني في البدايه كده اللي ما اشتركش يشترك، يتابع معانا وجيد عرفنا بنفسه ورحب بيه. ونبتدي بالمراه الحديديه، بنوته او ست الجدي. انت عنيده قوي يا بنوته الجدي، خف العند شويه. والمشكله ان الجدي في احيان كثيره يعني ما بتشوفش نفسها ان هي عنيدة، هي بتشوف نفسها عنيدة بس مش قوي، بس الحقيقة ان هي عنيدة قوي. انت عنيدة قوي، والعند القوي القوي في البنوتة مع الراجل يعني ممكن يوصل لمشاكل احنا في غنى عنها. فده يعتبر من اكبر عيوب بنت الجدي لما بترتبط او في العاطفة بشكل عام. الدلوية، انت جميلة قوي وناعمة قوي وملكة الروقان ومقبولة ومحبوبة ومقنعة واجتماعية وكل شيء، إنما التطنيش بتاعك مقلق، مؤلم، قاسي. يعني أنت حتى لو بتحبي أنت ما بتعرفيش تفضلي تهتمي دايما وفي كل الأوقات بشكل كبير. الدلوية كده، الدلوية بيقع منها حتة الاهتمام في أحيان كتيرة برضو، تمام؟ يعني أنثى الدلو دايما حتى لو دخلت في عاطفة أو ارتباط تلاقي ليها أولويات كتيرة تانية، وتحاول بقى أن تدي لده يعني الأولوية دي مساحة، وتدي لده وقت وده وقت هكذا. فممكن وانت مش واخدة بالك يجي على حساب العاطفة التطنيش بتاعك. انت ملكة التطنيش، انت يا دلوية ملكة التطنيش. فبعض الرجال وكتير منهم ما بيحبش الحتة دي. الحوتية بقى، البنبناية، العكس تماما، انت معطاءة بزيادة. طب هو انا لما احب انا برد على كل الاسئلة؟ ايه يعني لما اكون معطاءة؟ هو في قانون من قوانين الحياة خليه مهم، يعني حلقة في ودانك، كل شيء في الدنيا زاد عن حد وما بيبقاش حلو. فانت لما بتحب قوي وتطمني قوي بتفرط منك العملية قوي، فلا تبقي زي الدلوية ولا تبقي زي الحوتية، هما الاتنين مثال في تناقض، تمام؟ عطائك احيانا بيكون بزيادة بشكل اوفر، في بعض الشخصيات بتستغل ده ضدك. واحنا داخلين على الفارسة العنيدة كده الحمل، ياريت نخبط اللايك المتين ونقول الكلام ده فينا ولا لا، وكل انثى تتوقع يعني اكبر عيب فيها هيكون ايه، وتكتب لنا في التعليقات. انا احب المشاركة دايما. الحمل بقى، الكبرياء بتاع، خلي بالكم كبرياء بنوتة الحمل عالي قوي، عالي المرحلة اوفر قوي، وهي ما بتبقاش واخدة بالها. هي تقول لك ده كرامة وعزة نفس وإلخ، بس بنوتة الحمل عامة من اشد واعنف الشخصيات اللي انت ممكن تقابلها. الكبرياء بتاعها بيبقى حاجة فظيعة جدا، يصل للتكبر. يعني بنوتة الحمل في الحب ممكن الطرف اللي مرتبط بيها يحس ان هي متكبرة في مواقف كتيرة ومتبقاش قصده، فتخلي بالها من الحتة دي. هنا بيحس ان هو اقل منها، ان هو مش عاجبها، ان هي مغرورة عليها كذا يعني. فالحملوية تخلي بالها من النقطة دي، وحتة الاندفاع انسى الحمل يعني لما بتندفع بتطلع نار من بقها، بتبقى بتخوف قوي. فعشان احنا كرجال مكسورين الجناح وغلابة خف علينا شوية، مش هتبقى انت والبرنسس، كفاية البرنسس يعني دخل الله دلوقتي. الثورية بقى،
عنصر التجاهل بتاعها او الخجل خلاني ابتدي التجاهل ده بيجي منين؟ هي الثورية بتمتاز بالخجل الشديد جدا، ولكل قاعدة استثناءات بس ده اللي معروف عنها. فالخجل الشديد ده بيصل مع انثى الطور للتجاهل، تمام؟ يعني بتبقى في حاجات كتير عايزة تعبر عنها للطرف الاخر، بس نتيجة للخجل الشديد بتاعها هو بدون مبرر، خلي بالكم، لا ما بتعبرش. وحتى لو في معجبة بحد والراجل شاري وكل حاجة، ممكن تتجاهله بشكل كبير قوي عشان برضو مكسوفة، عشان برضو عندها خجل. هنا بعض الرجال، مش كل الرجالة جريئة يعني، او شكل بعض يقولك ده مش طيقاني، انا مش مهضوم، مرتبطة بحد تاني او ما شابه، فممكن تخسر حد مناسب قوي. بدعو ان هي تكون يعني جريئة قوي وتفتحها على البحر، بس في الوسط حلو، مش كده؟ في المعقول حلو، لان التجاهل بتاع اللي الخجل بتاعها بيؤدي غالبا في مواقف كتير ان هي بتتجاهل، ومن ثم بتتجاهل الشخص اللي في حياتها يعني، او اللي عايز يقرب منها او ما شابه. الجوزائية بقى، صعوبة مجاراة البنوتة الذكية دي. انثى الجوزاء طبعا من النساء اللي ما تقدرش ان هي تفضل او تظل في مود واحد ثابت فترة طويلة، تمام؟ فتلاقيها كده شوية كده وشوية كده وشوية كده وشوية كده. اذا بالبلدي، تقلب المزاج. تقلب المزاج مزعج، هو صحيح كاسر للروتين، تمام؟ بس ده في العلاقات الطياري، واحد بيقابلك ساعتين او يوم ولا اتنين في الاسبوع بتتعامل معه، انما حد هيكمل معاك حياتك على طول ويلاقيك بقى على طول حتة تقلب المزاج كده وكده، مش فاهمك بقى، لا عارف انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قابلاه ولا طايقاه. فهنا في بعض الرجال وبعض الشخصيات بترهق، كمان مستوى الذكاء بتاع الجوزاء بيبقى عالي وخطير جدا ومرعب جدا، وبعض الرجال بتحس ان هي اذكى. احنا كرجال شرقيين صراحة ما نحبش نحس ان الست افضل مننا في بعض الصفات، زي الذكاء كده، زي يعني اشياء قريبة من هذا القبيل. فحاولي، هي في طبعك، مش هطلبك باللي هو صعب على شخصيتك، حاولي تعملي كنترول شوية، تقللي شوية، تسيطري شوية على حتة التقلب المود السريع ده. السندريلا أنثى برج السرطان، خلاص خلصنا من الدلوعة، ندخل على السندريلا. الحساسية المفرطة، طبعا انت حساسة بشكل اوفر، دي برضو من اكبر عيوبك صراحة. طبعا لازم تكوني حساسة، ومال هتبقي تيلي ما عندكيش دم، ما قلناش حاجة، بس بزيادة السرطان، بزيادة قوي حساسة قوي، ده صعب يا سرطان، ده مرهق، تمام؟ ده بيحولك، ولا بلاش، لا تزعلوا مننا، ما انتوا الحساسية زيادة، مش هقول، رغم ان هو لمصلحتكم يعني، بس نوجز يعني. الاسد بقى، الاسد القيادة، بالبلدي الاسد عايزة في العلاقة تقود، تمام؟ يعني مش برأيي ومش بكلمتي وما تهمشهاش واسمع الكلام وكده. يعني كتير من بنات الأسد مفطورة على حب القيادة. طب احنا مرتبطين وفي راجل، في حد كده راجل بقى لازم يقود، إشكالية مع أنثى الأسد شوية. نهار ما تحبه قوي نتقاسم الدور، نقود احنا الاتنين، والمركب اللي هي بريصين، طبعا كلنا عارفين المثل الشهير، الجدع يكمل في التعليقات، المركب اللي ليها ريصين ايه؟ طبعا ده في حاجات كتير، بس احنا بنركز على الشائع والاغلب يعني. العذراء، يمكن انا قلتها كتير والشيء بالشيء يذكر، البحث عن المثالية، انثى العذراء هي اكتر البنات والشخصيات اللي بتنتقد ومش عاجبها حاجات كتير قوي. يعني العذراء لا يمكن تقول لك على حاجة كده دي بيرفكت ما فيهاش غلط، انسى. لازم مشكلة العذراء لو قدامها لوحة أو سبورة مثلا وعليها نقاط بيضة كتير قوي ونقطة واحدة سودة، ما تشوفش الأبيض وتشوف الأسود. العذراء كده، هما بنات العذراء عامة كده، فده مش موجود على أرض الواقع، فبيتعبك وبيتعب اللي معاكي، هو اللي معاكي مش مثالي يعني، أنت عايزاه بيرفكت في كل حاجة وعايزاه حاجات معينة يبقى متفوق قوي فيها، مش هيقدر، فبالتالي بيحصل مشاكل. فقلل الحتة دي.
ايه اللي قال لي حتة الاعتراض شوية؟ خلقتوا لتعترضوا، عارفين ان عيونكم حلوة والنظرة دباحة، بس بالراحة علينا شوية، خفوا علينا شوية يعني. تمام، الفكرة في كده. العسل بقى الميزان، التردد. الميزانية جميلة أوي ومن ألذ البنات وأحسنها لو أنت بتتعامل يعني، لكن مترددة. يعني ينفع ارتبط بده؟ آه لا، في نفس الوقت يعني، أو بعد فترة بسيطة مرتاحة. آه بس لا، مش فاهمة، فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ فده متعب. إيه، أنا قلت قبل كده أنثى الميزان زي رجل الميزان، صعب تحس إن أنت واقف على أرض صلبة أوي معاهم في حتة التردد دي. وخلي بالك، أقولها ولا هتزعلوا؟ وهي لمصلحتكم أنا هقولها، وأنتوا عارفين إن هي في شخصيتكم. اللف والدوران عالي شوية مع أنثى الميزان. بنوتة الميزان مش دايركت على طول يعني، تمام؟ فهما الحتتين دول يعني، تمام، وبالذات الحته الاولى. سيبك من اللف والدوران، دي مطلوبه شويه في بعض المواقف، لازم تلف وتدور وبتبقى ألذ لما هي تعمل كده، انما حته التردد تحديدا. العقرب بقى، فارسة الاحلام. احنا قلنا ان في حلقه كنا عاملين للرجال اللي بتحب البنات اللي بتحب تتعب الرجال، شوف العقرب كانت فين. المبالغه في تعذيب الطرف الاخر. أنثى العقرب وبنوتة العقرب من أكتر البنات اللي أنت ممكن تقابلها في حياتك، تحس أو تحب تحس دايما إن الراجل اللي في حياتها تعبان بسببها، تعبان عاطفيا يعني، تمام، مش تعبان بيموت بيخلص يعني، تمام. فدي بتفرط من العقرب شوية، بتبالغ شوية فيها، خف شوية. مش كل الناس عندها نفس القدرات بتاعتك. اه حلو حلو، الشوى ولا الدواء والكلام ده كله والتعذيب، بس برضه في المعقول. ومش دايما، في بنات في العقرب دايما اسلوبها السائد كده، شوى ولا الدواء، عذبه يخرب بيت اهله كده، تلاقي ده اسلوبها. لا، خف شويه، تمام. انت جميله او والرجاله بتحبك كتير او في شخصيتك، بس الحته دي بتفرط منك ساعات، تمام. القوسيه بقى اللي هي الشعنونة، الشربات اللذيذة القوية جدا، عشان كانت في واحدة بتقول انت شايف القوسية مش قوية، لا، النساء النارية كلها قوية عامة، البنات النارية كلها ما يقدر عليها غير قدرة ربنا يعني. التسرع في كل شيء، في الحكم عليك وفي الحكم عليها. ممكن يبقى الراجل بيعمل حاجة ونيته خير تحكم عليه العكس، التسرع ومستعجلة على كل حاجة، عايزة كل حاجة، لا تقبل التأجيل أو التأخير. أنت وعدتني بحاجة، جال وقت تخلص، ما خلصتش، في مشكلة. وفي بعض الظروف الطارئة اللي بتحصل في الحياة لازم تراعي النقطة دي عشان ما يبقاش عيب كبير يزعج الطرف الآخر. كمان القوسية ما تسمعش قوي يعني، أنا بتكلم أهوت وهم جم الآخر، زمانهم كلهم عايزين يولعوا فيها دلوقتي، كل واحد عايز دلوقتي، كل واحدة دلوقتي عايزة تولع فيها ان انا اتأخرت. لو حبيبها حتى بيتكلم في موضوع عايزاه يخلق، يحكي الموضوع كله في 3 ثواني وهي بقى تبدأ تتكلم. فحتى في استماع الطرف الآخر، ولو ربنا هداها مرة وسمعت هي مرة، اقعد عليها 3 4 شهور بقى على ما يجي مرة زيها. فاهدي شوية. طبعا هو في شخصيتك، بس لما اي صفة في شخصيتنا بنحاول ان احنا نشتغل عليها بنقللها يعني، فمش معنى ان هي في شخصيتي ان انا اقول انا كده وخلاص يعني، تمام. فالتسرع في ردات الافعال وفي الحكم على الاخرين وكل ده ممكن يكون من اكبر عيوبها. لو عجبتكم الحلقة اخبطوا لايك واعملوا الشير لكل حبايبكم وقرايبكم، اكتبوا لي رأيكم في الحلقة في التعليقات، مواقعنا، روابطنا، في استشارات خاصة، في رقم للحجز يتواصل معايا شخصيا عن طريق مكالمة هاتفية للجادين اللي عايز يحجز، كل ده في وصف الفيديو أو في التعليقات، وإلى اللقاء.